بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم. كلنا عارفين ان رمضان هو موسم المسلسلات، لكن هم 30 يوم ويخلص فيهم الموسم ده. انما المسلسل بقى اللي ما بيخلصش ابدا هو المسلسل اليومي للتفاصيل الحقيقيه والواقعيه لحياتنا اليوميه على صفحات التواصل الاجتماعي. يمكن المسلسلات التلفزيونيه مهما عشنا مع شخصياتها احنا عارفين ومتاكدين انه تمثيل، عكس احداث حياتنا اللي بتحصل على ارض الواقع واللي بتبقى مشاعر اللي رايح واللي جاي يعلق عليها زي ما هو عايز. زي ما وعدناكم في اول حلقاتنا اننا عايزين نغرس قيم وصفات تفضل معانا لبعد رمضان، احنا كمان عايزين ناخدكم من ايديكم ونوريكم اثر الفيسبوك على حياتنا، سواء حياتنا الشخصيه او حتى في شغلنا، اثر الفيسبوك على علاقتنا باصحابنا واهلنا، والاهم من ده كله اثره على علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا عمرك فكرت وانت بتعمل شير لحاجه معينه هل ربنا هيكون راضي عنك ولا لا؟ ولا مثلا لايك لايه قرانيه او حديث شريف هيكون زي مثلا ما بنعمل لايك على شتيمه او سب في حق شخص احنا اصلا ما نعرفوش. حاجات كتير هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ مجدي عاشور، رئيس لجنه الفتوى بدار الافتاء والمستشار العلمي لمفتي الجمهوريه، واكيد برحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. فضلت الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام وبركاته، اهلا وسهلا بك يا فندم. يعني حضرتك قلت الفيسبوك من المفطرات، وانا ساعتها استغربت جدا وقلت لحضرتك ازاي، فقلت لي لا، وانت فاكره الناس اللي قاعدين ليل نهار على الفيسبوك وبيعملوا لايك على بعض الحاجات ده ما بيبقاش فيها اسم؟ ايه قصه الفيسبوك ورمضان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عليه افضل وعلى اله وصحبه ومن والاه. طبعا اولا الفيسبوك دي اداه جديده لابد من التعاطي والتعامل معها. احنا عندنا في عالم الاشياء زي ما بيسموا الاصل في الاشياء الاباحه، عشان بس نأصل العمليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يجوز استخدام هذه الاشياء، هي في حد ذاتها لا نحكم عليها بحكم شرعي، وانما استخدامها هو اللي نحكم عليه بالحكم الشرعي. استخدامها الحسن نقول ان حكمها حسن، يعني جائز، يعني ممكن مندوب مثلا او مستحب، وقد يكون واجبا. واستخدامها الاخر على الوجه الاخر ممكن يكون استخدام سيء، فهنا الاستخدام نقول عليه ان هو مكروه وقد يصل الى الحرمه والعياذ بالله. يبقى دي عاوز مع اي حدث مع اي شيء جديد زي التلفزيون اول ما طلع الناس متخوفه، بس ده شيء. الاله دي لا نحكم عليها بحل او حرمه، لان الحل والحرمه متعلقه بافعال المكلفين بالفعل بينا احنا شخصيا، طبعا باستخدامك انت مش بالاله دي. زي السكينه ممكن واحد ياخدها يطبخ بيها يعمل قطع بيها الخضروات، واحد ياخدها يقتل بيها حد يقتل بيها طبعا. يبقى هي حكمها يعملها يجوز شرعا، انما استخدامها. عشان كده الحاجات الحديثه كلها عاوز الساده المشاهدين يحطوها تحت بند ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون. الفيسبوك من الابتلاءات، بس في شر وفي خير بالظبط، وفي ابتلاء، والابتلاء بالشر والخير ده ربنا بيختبرك انت هتستخدمه ازاي، بالشر ولا بالخير، ولكن بيذكرك بيقول لك ايه وإلينا ترجعون، خلي بالك. يبقى هنا من هذا التأصيل للفيسبوك وان هو يجوز استخدامه، وده جميل جدا عشان بس تستخدمه في الحاجات المفيده، زي ما في بنشوف بعض الشباب اللي عاملين مشاريع، بعض الشباب اللي ممكن يكونوا بيكتبوا بعض الحاجات اللي على الفيسبوك المفيده والايات القرانيه والحاجات اللي بتوعي الناس، الحاجات اللي بتدي مساحات للناس انها تفهم حاجات في دينها. كل دي حاجات ايجابيه، لكن الحاجات السلبيه بقى هي اللي احنا بنبقى قلقانين وخايفين منها جدا. ده الاستخدام الطيب اللي حضرتك بتقولي عليه، الاستخدام الصحيح، ان احنا بنستخدمه في الخير، بنستخدمه في التواصل، بنستخدمه في اعطاء معلومه صحيحه وصحيح، لازم نحط ايه تحتها خطين ثلاثه كده، معلومه صحيحه. الاستخدام ان احنا بنتواصل مع بعض، الاستخدام ان احنا ممكن ازود الجرعه الايمانيه بتاعتك، اديك معلومه علميه صحيحه مش لازم دينيه فقط. ولكن برضو عشان خاطر بعض المتطرفين بيستخدموا حتى يغذي العقول بفكره المتطرف طبعا، فهي طبعًا برضو يخش في جانب الشر والعياذ بالله، وهي وسيله خطيره جدا طبعا. في منتهى الخطوره الفيسبوك، واحنا كلامنا حضرتك بتقول الفيسبوك ممكن نعممها على الواتساب، وده خطير جدا دلوقتي، لان بيستخدم في تغذيه العقول بالفكر المتطرف او مثل المنحرف او المفرط كما يقول. يمكن بس الفيسبوك الموضوع فيه مفتوح اكتر، يعني اوسع شويه. وحضرتك بتتكلم على جزئيه التواصل من خلال الفيسبوك، انا ليا سؤال بس هستاذن حضرتك ناخد التليفون. اتفضلي يا فندم. مدام صباح. الو الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي، أهلا بيكي. زي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت بألف خير يا رب، اتفضلي. هو بس أنا كانت مشكلتي إن أنا عليا ديون كانوا مبلغ 110,000، وبعدين ناس ألف خير يعني فضلوا يسدولي لحد ما فضل عليا 43,000 جنيه، وأنا ما بشتغلش ومريضة، معايا ورقي كله يعني، أنا تعبانة أصلا بتعالج بقالي 8 سنين، ومعايا الأوراق بتاعتي كلها، كنت قاعدة في شقتي، كنت اتجوزت بس انفصلت طبعا، قعدت سنة متجوزة وانفصلت، شقتي ولعت بكل حاجتي. يا ساتر. صاحب البيت رفع عليا قضية 300,000 جنيه، وأنا دلوقتي قاعدة عند ناس في البساتين، حتة اسمها البساتين، ناس يعني معرفة كده بقالي سنة. ولا بشتغل ولا ليا مصدر رزق ولا معيش ولا أي حاجة، فأنا كنت عايزة بس حد يساعدني ان انا اسد المبلغ اللي عليا. انت عليكي كام يا صباح؟ عليكي كام؟ 43 اللي فاضلين من 110. دول كانوا انت اتدينتي بيهم ليه؟ كنت لما بدخل اعمل عمليات وكنت انا ما كانش معايا فلوس ان انا اصرف، وكان ناس اللي هو راجل صاحب البيت ده اللي هو كان عايزني 300,000 جنيه، الناس كلموه كده عشان الشقه اللي ولعت خلاهم 80,000، فبقيت ناس تدفعلي تديني وتاخد عليا وصولات، وكل المبالغ اللي عليا بوصولات، الوصولات اللي انا سديتها معايا الوصولات بتاعتها، واللي انا ما سديتهاش معايا الناس مداني صور منها. تمام. طيب بس انا مش مهم مكان اقعد فيه، ولا مهم ان انا اشتغل ولا اكل ولا اشرب، مش مهم اي حاجه، بس اديني اللي عليا بس. طيب هستأذنك، سيبلنا بس رقمك في الكنترول، ويعني احنا بنقول احنا في شهر الخير والرحمة وشهر فيه نفحات الجميلة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا بنسعى لعمل الخير، فيعني لو اي حد طبعا حابب ان هو يساعدها يبعت لنا رقمه او يكلمنا، واحنا هنوصله بيك يا صباح، لو اي حد كلمنا هنديله رقم تليفونك وتتواصلوا مع بعض ان شاء الله، ربنا يا رب يفرج عليك وعلى الكل. الفيسبوك والتواصل هل ممكن يكون وسيلة لصلة الأرحام؟ طبعا ده أحسن وسيلة لصلة الأرحام، أو من أحسن الوسائل الآن هو الفيسبوك حضرتك والواتساب، أني أنا مش قادر أزور بالأقدام فلا أقل من أن يكون بالأقلام مش بالأقدام، أكتب كلمات وتبقى لو أنا منشغل حقيقة. الأصل صلة الأرحام بالأبدان، فأنا مش قادر أروح أنا أكتب رسالة لأخي لأختي لأمي لزوجتي لابن عمي لبنت عمتي وهكذا، رسالة محترمة جميلة عشان خاطر صلة الأرحام. فدي من أحسن الوسائل اللي موجودة وأسرعها، موجودة دلوقتي ومنتشرة، وده الحلاوة بتاعتها. ولو عملنا حالة إشاعة، حالة نعمل حالة من صلة الأرحام على الفيسبوك في رمضان، شوفي حضرتك ممكن تعملي كده مبادرة صلة الأرحام على الفيسبوك في رمضان، وكل واحد يلا ويعمل كده مع أصدقائه صلة الرحم، يعني صديقه من صلة رحم، ولكن أهو قربة إلى الله عز وجل. يعني ممكن نستغل الفيسبوك أنه يبقى رسالة لشخص معين أو حد من القرايب أو حد من الأصدقاء أو أي حد أنا على خلاف معاه، فيبقى وسيلة كمان للتسامح، أن أنا أقول له مباشرة حقك عليا ما تزعلش، أو أن أنا زعلتك، أو أن أنا هو قدام الدنيا كلها بقول لك أن أنا يعني عايز عليا زعلك ومش عايزك تزعل مني. الفيسبوك ده يعني ممكن منه حاجة مقروءة فقط وما فيش صوت ولا حاجة، بيديك مجال أوسع تقول اللي حضرتك بتقولي ده، أن أنا غلطان بس مكتوبة أهو قدام الناس وقدام العالمين، ده يذكر لك عند الله عز وجل بالخير، ويجي قدام الناس يبقى أنت عارف اللي هيعملها، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تبقى طريقة جديدة نتعامل بيها. بس أنا مش عاوزين صلة الأرحام كله ليه؟ يعني بيقولوا الأشياء الجديدة دي إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طبعا. فهتلاقي في باطل كتير، وده طبيعي إن يبقى كده، لأن إحنا في دنيا مش في آخرة. بس أنا اللي أقدر أفرز بين الباطل وبين الحق، بين الخير وبين الشر. الاستخدام لما نيجي ليه من المفطرات، قلنا ان احنا حضرتك في رمضان ان ممكن الانسان يلاقي شائعه وهو مش متاكد من المعلومه وينشرها، ينشرها ويعمل لها لايك وكله، فطبعا لما يشوفه انت نشرها وعملت لها لايك يجي واحد تاني يعمل نفس الحكايه بناء على اللي انت عملت، وخاصه لو انت بتبسل بالنسبه له شيء، فلو عملت كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان نبين المفطرات، المفطرات مش الاكل والشرب فقط، صحيح في مفطرات اهم وهي المنظومه القيم، مش عايزون قيم، الصفات السلبية اللي هي ضد القيم الجميلة دي بتبقى من المفطرات،
تتعب وتصوم طول النهار وتمتنع عن الشراب والطعام ومع ذلك ما تاخدش اجر خالص، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. عليه افضل الصلاه والسلام. استاذن حضرتك نروح فاصل ونكمل مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. عبدك برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ مجدي عاشور رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء والمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأكيد برحب بتصالات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، كان في بعض الأسئلة اللي جات لنا، حد بيسأل لو حد دخل صلاة الجماعة لأنها في الركعة الأولى واكتشف أنهم في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الثالثة، يكمل معاهم ولا يخرج من الصلاة ولا يكمل زي ما هو بدأ؟ لا، لو دخل الإنسان وبقى بنسميه مسبوق، وجد نفسه ان الامام سبقه بركعه او ركعتين، بيكمل مع الامام عادي، يعني خلص مع الامام وبعد كده بيقوم هو يكمل ما فاته من ركعات طبيعي خالص لوحده ثم يسلم. يعني هو بيكمل معاهم، بيخلص مع الامام. لا يسلم مع الامام، ما يسلمش. لا ما يسلمش، لان صلاتك لم تنتهي. السلام يعني فرع بيسموه بعد انتهاء من الصلاه. انا ما انتهيتش، الامام انتهى من صلاته هو. فصلى اربع ركعات، انا صليت. طب انا مثلا كنت في الركعه الثانية مثلا أو الثالثة، لو أنا مثلا في الثانية وأدركنا ركعتين مع الإمام وبيصلي صلاة رباعية، أروح أقعد مع جلسة التشهد، بالنسبة لي أنا التشهد الأوسط وبالنسبة له هو التشهد الأخير بتاعه. يعني أنا كأني أنا في الركعة الثانية على طول، بحسب بعدد ركعاتي أنا وليس عدد ركعات الإمام. أقوم أكمل الركعتين وأسلم عادي التشهد وأسلم طبيعي. طيب برضو سؤال تاني بيقول، في ستات وبنات كتير جدا بيخلصوا رمضان، بيكون عليهم مثلا 3 أيام أو 9 أيام المفروض أن هم يقضوهم، هل يبدأوا بصيام الستة البيض ولا يبدأوا بصيام الأيام اللي عليهم ولا يقدروا يجمعوا الاثنين مع بعض؟ هو حضرتك الـ الـ الأفضل طبعا، إحنا عندنا قضاء ما فات من رمضان على الساعة، يعني بيسموه واجب موسع، ممكن من رمضان ده لحد رمضان التاني. فبيقولوا الاحسن نصوم الايام اللي هي الستة من شوال، هي ما اسمهاش ايام بيض، مصريين بس يقولوا بيض كده، احنا كده ربنا يبيضها يعني. المسميات بتاعتنا احنا البيض هي 13 14 و15 بكل شهر، احنا بنسميه ستة من شوال، نصوم الستة من شوال من تاني يوم العيد وبعد كده نقضي ما علينا طول السنه لحد او رمضان اللي قبليه. عندنا فتوى بتقول ان ممكن ادراج النيتين في عمل واحد، يبقى انوي صيام ستة من شوال مع ما علي من رمضان بنية واحدة، بالنيتين يعني، في عمل واحد ينفع الاثنين، يجوز الاثنين. ان شاء الله تؤجر على هذا وتؤجر على هذا ان شاء الله. ان شاء الله. في حد برضو بيسأل بتقول في مشكلة كبيرة بينها وبين اخوها من سنتين، حاولت تصالحه اكتر من مرة، هو رافض تماما، ففي حد قال لها ان بالشكل ده انت صيامك مش نافع مدام ليكي صلة رحم انت قطعه. لا، احنا ما فيش حاجه اسمها صيامك مش نافع، مش عايزين نقول للناس كده، زي ما في ناس بتقول صلاتك مش نافع. صلاتك مش نافع، صيامك مش نافع، حجك مش نافع، دي عند الله فقط. طالما ان انت بتقيم الاركان والشروط الظاهره يبقى عملك صلاتك صحيحه، صيامك صحيح، مقبول، دي قضيه ثانيه. القبول بيد الله عز وجل لوحده. ممكن واحد يشوفه يقول ده صيامه مش قوي ويقبل عند الله. واحد تاني انت شافه يعني بس لا يقبل لان جواه مش قوي. لان احنا قلنا في ظاهر وفي باطن، وهو ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعلم. بس كده مساله القبول ينفع وما ينفعش دي عند الله عز وجل. صحيح. وليس عند الانسان. انما هي تعمل ايه؟ هي عليها ان هي تبادر بالصلح، لان قلنا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. بدر كتير، وفي ناس بيشتكوا له كده، طب انا بتصل بيه بيقفل السكه في وشي، بروح له بيقفل الباب او بيستقبلني استقبال فاتر، فانا باصل اهو اروح. احلى حاجه يا حضرتك ان انت راحه الانسان مش محتاجاله، ولكن انت راحه لمجرد صله الرحم ولطاعه ربنا فيه. خلاص هو قابلني حلو، هو قابلنيش حلو، المهم انت عملت طاعه. يبقى عملت طاعه، عملت طاعه. اما نقدم على عمل شيء هو ده في خير نعمله. فلو انا واحد بيقفل السكه في وشي واتصل بيه تاني، ده في خير ولا مفيش خير؟ في خير، يبقى اعمل كده. نفسيتي بقى مش قادره قوي، يبقى اخليني على فترات بعيده. يبقى اذا جاءك ضرر من مكان ما حتى ولو من صله الرحم، يبقى انا اخفف الاتصال بقى شويه، مش اقطعه،
اخفف الزياره شويه مش اقطعها طالما ان في ضرر متحقق ياتي من الطرف الثاني. وضح حضرتك برضو يا فضيله الشيخ فكره صله الرحم، لان ناس كتير جدا مش فاهمه ان صله الرحم هو انت بتصل من قطعك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحم معلقه بالعرش، من قطعها قطعني ومن وصلها وصلني. نعم. ففي ناس بتتخيل ان صله الرحم هي ان انت تبقى بتود وبتسال وخلاص، لكن هي الاكثر والثواب الاكثر ان انت بتصل اللي قطع. يعني احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكله، بيقول لك ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ. بمعنى انت هتجيلي انا هجيلك، اخويا اختي انت، يعني حاجه قصاد حاجه، كاني عمليه مقايضه، هتزورني مره هزورك مره، هجيب لي بوكي ورد هجيب لك بوكي ورد. سيدنا بقى ليس الواصل بالمكافئ، وانما الواصل من يصل من يقطعه. يعني يصل من يقطعه، يعطي من حرمه، يعدل ممن ظلمه. شوفي بيعمل العكس. المهم انت تتحقق بالصفات الحلوه، يبقى هو ما بيصلنيش اخويا انا اصله. والا فين صله الرحم؟ يعني انت مامور بصله الرحم ابتداء وانتهاء، مش لازم هو يعمل وتبقى انت رد فعل. لا، انت تبدا بصله الرحم، يبقى لان صله الرحم دي حاجه عظيمه، ودي اللي موجوده بين الاسر، ودي اللي بتشكل المجتمع المصري والعربي. بره ما فيش حاجه اسمها صله رحم في المجتمع الغربي، ما فيش حاجه اسمها صله رحم، انما عندنا احنا فيها صله رحم وفيها احكام بتترتب عليها كتيره، لدرجه ان في المواريث اذا لم يوجد اصحاب الفروض ولا العصبات بنرد المساله لذوي الارحام، مع انهم مش من اهل الميراث، نردها لذوي الارحام. ليه؟ في قرابه، في نوع قرابه. كمان صله الرحم لما يكون الانسان بيعمل كده، ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك قلت في الحديث، يقول الرحم اشتققت لها اسما من اسمائي ومعلقه عنده بالعرش سبحانه وتعالى. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يبقى دي الرحم من الرحمن، يبقى ليه لا نصلها؟ يبقى هنا صله الرحم عظيمه جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه، سيدنا سلمان الفارسي بيقول علمنا اربع حاجات. علمنا ايه؟ يقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والاخر وصلوا بالليل والناس نيام. شوف الثلاثة الاولين كلهم للناس، والبعد كده العبادة ليك انت اللي ان انت تصلي بالليل. استاذنك ناخد التليفون. مدام مريم. الو مدام مريم، سلام عليكم. الو، هي معانا ولا الخط قطع؟ طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. أخويا عنده 37 سنة ما بيصومش رمضان، وما عندوش أسباب صحية تمنعه، ما بياخدش أدوية، ولكن هو ما بيصومش رمضان وما عندوش أسباب يعني تقدر إن هي تقول بيها إنه ممكن ربنا ما يحاسبوش أو يعني ربنا يرفع عنه. لا طبعا، طالما إن ما فيش عذر فهنا يبقى في وزر. إذا لم يوجد عذر وجد الوزر، وإذا وجد العذر وجد الأجر. شوف الحلوة، في عذر خلاص كان بيصوم ربنا سبحانه وتعالى، مريض أو على سفر. إنما ما فيش عذر يبقى في وزر. يبقى هنا بنقول لها إيه؟ بس مش عاوزين مشكلة كلها نرميها على الأبناء. فين الأب والأم اللي ما عودوهوش على كده؟ ممكن لو عودوه على كده من الأول حضرتك، لأن الصيام ده حاجة برضو مش سهلة إذا لم يقم بالتدريب وبالتعود. أنا أعرف ناس كتيرة ما صامتش إلا بعد حضرتك الأربعين والخمسين، بقوا تعبانين. واللي متعود من صغره بيصومه عادي، مش بيتأثر بحاجة. ليه؟ لأنها بالتدريب، كل شيء بالتدريب، حتى بالصلاة والصيام كله بالتدريب. يبقى تعوده طالما مرتبطة بحركة بدنية بيولوجية يبقى لازم نعمل كده. تمام، ناخد مريم. مريم سلام عليكم. طب يا مريم معلش حاولي تكلمينا تاني. حد بيسأل بقى، هل احنا هنتحاسب على كل حاجة بنعمل لها شير على الفيسبوك؟ هنتحاسب عليها، بمعنى لو بتعمل شير لحاجة كويسة تقدر إن شاء الله عليها. ليه؟ لأنك بتساعد أن أنت تسوقها وتنشرها، وإحنا عاوزين ننشر القيم والأخلاق. يبقى لو بتعمل كده بس نكون متأكدين من مصدر موثوق أن دي قيمة حقيقية. بس يبقى إحنا عاوزين توثيق المعلومة، توثيق الذي بين أيدينا. أنا بلاقي ناس مشايرين صور أطفال أنا شفتها من 3 سنين مثلا، وكاتبين نفس الكلام انه تايه وانه اتخطف وانه مش عارف حصل له ايه وانه موجود فين وانه عند ده بيعمل الناس كلها مشيره. لا ده لو هي غير حقيقيه ده كذب. والمشكله بقى في الكذب في الفيسبوك، عشان بين الناس، عندما تكذب على احد ده كبيره من الكبائر، ما بالك ان كذبت على جميع الناس او عدد كبير من الناس اللي هيتابعوا هذا الشيء اللي انت بتعمله، يبقى كذبت على كل الناس دي
وصدقوك. بعد كده لو بان الكذب بتاعك هترجع بعد كده توثق المعلومة عندهم ازاي؟ مش هيصدقوك طبعا. يبقى كذب بينك وبين الناس كبيرة، ما بالك اذا كان بين عدد كبير من الناس، يبقى من اكبر الكبائر او كبيرة على كبائر. لذلك نتحرى جدا واحنا بنشير او احنا بنعمل لايك الحاجة دي كويسة. إيه؟ لانك ما بتعمل لايك انت ده اقرار منك ان انت موافق على هذا الامر، او بتشيره اقرار منك على هذا الامر، يبقى الدال على الخير كفاعله. صحيح. والتاني من سن سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه. صحيح. واحنا بنحاول ان احنا نوضح ونبين لنفسنا وللساده المشاهدين كل الحاجات اللي ممكن تاثر وتفسد صيامنا. ربنا يتقبل يا رب مننا يا كلنا. فضلت الشيخ نورتني، بشكر حضرتك واشوفك بكره على خير ان شاء الله. بشكركم مشاهدينا واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.